عليكم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، والفيديو نتاع اليوم من بين الفيديوهات المطلوبه عندي في القناه، وريني الاكسسوارات اللي عندك منين تشريهم وكيفاش تتنظميهم على راسي وعلى عينيا. دونك الفيديو نتاع اليوم غادي نوريكم انا الاكسسوارات اللي عندي كيفاش ننظمهم، ولكن كاينين عندي بزاف 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 بزاف، لذلك قررت باش انا نقطع الفيديو على جوج نتاع الاجزاء. اليوم غادي نوري لكم الحلقات، وغادي نوري لكم حلقه بحلقه كيفاش ننظمهم وندوي عليهم، والجزء الثاني ان شاء الله نتمنى بها ان الجزء الاول ينال اعجابكم، باش ندير لكم الجزء الثاني بسرعه. غادي نوري لكم كاع جميع الكولي اللي عندي منين تنشريهم وكيفاش انايا تنرتبهم. تنحاول ندير الفيديوهات اللي هما متنوعين، وتنحاول نشوف نتوما شكون هما الفيديوهات اللي تعجبكم من خلال لي لايك ومن خلال التعليقات، والفيديوهات هما اللي تعجبكم اكثر هما اللي انايا تلاحظوا بانني تنعاودهم اكثر. الى هادشي بغيتوه ان شاء الله غادي نديرو لكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي غادي يكونوا قادمه، وان شاء الله راه غادي ندير لكم لوك بوك تيليفيتو لوك بوك الفصل نتاع الربيع ان شاء الله غادي يكون قريبا على القناه نتاعتكم قناه نتاع سومه. ودابا غادي نبداو على بركه الله، غادي نوريهم لكم. دابا انا غادي نبدا نجيب واحد بواحد وغادي نوريهم لكم، وابخي غادي نوري لكم انايا فين انايا تنرتبهم بخصوص هاد هاديك الاكسسوار هادو اللي كاينين هنا، هما دوك الحلقات اللي عندي شي شويه انايا ثقال تنرتبهم انايا على هاد الشكل هذا بخصوص هاد هذا باش انايا مرتبه الحلقات نتاعي. غادي تلقاو في اي بلاصه، غادي تلقاو في كازا، غادي تلقاو في جيفي، غادي تلقاو سوغ انترنيت، غادي تلقاو كاينين في اي بلاصه. غادي نوري لكم انا لي اكسسوار نتاعي، هادو انا شريتهم من سوغ انترنيت في واحد السيت سميتها اليكسبريس، كلكم تعرفوها. هادو حتى هما جاو من اليكسبريس، هادو حتى هما جاو من اليكسبريس، هادو حتى هما جاو من اليكسبريس، هادو جاو من سامي دغيس، هادو من زارا، هادو من اليكسبريس، هادو جو بونس دريسين، هادو من اليكسبريس. دونك تقريبا الحلقات نتاعي انايا كلهم تنشريهم من اليكسبريس، هادو من سامي دغيس وهادو من سامي دغيس سوغ انترنيت، هادو من اليكسبريس وهادو دريسين وهادو كيابي، هادو من اليكسبريس وهادو من كامايو، وهادو جو بونس من دريسين، وهادو اللي دايرين بحال هكا من دريسين حتى هما. شي شويه خفيفين كنرتبهم على هذا الشكل هذا. بخصوص هذا حتى هو اني شريته في سوغ انترنيت، غادي تلقاوه في amazon.fr ولا في amazon.com، وغادي تلقاوه في لي سيت اللي هما تيبيعوا لي بيجو، وغادي تلقاوه عاوتاني عند جيفي وعند لافارفوي، وغادي تلقاوه عند من عاوتاني عندك عند لا ماشي عندك يابي، عند هذوك المجازات اللي تيبيعوا داكشي نتاع الدار كاين عندهم واحد بتيغيون صغير تيبيعوا فيه هادشي نتاع العيالات، دوك هادشي نتاع لي زاكسيسوار وهادشي نتاع العيالات. دونك هاد لي زاكسيسوار هادو ترتبهم انايا على هاد الشكل هادو. بزاف نتاع لي زاكسيسوار اللي انايا تشوفوهم معايا هنايا تقريبا 70% كلهم شاريهم من كيابي. غادي نوريهم لكم انايا بوحده بوحده، وديما انايا تنبروفيتي بوندور لي سولد، يعني لي سولد ديما تنتسنى حتى تكون ديك 70% نتاع التخفيضات وتمشي انايا نجيب الحلقات. وكما تشوفوا معايا هذا الموبل هذا راه تيتسد، و يمكن ليك تحليه بحال هكا تخليه غير جوج محلولين ديري ليه هكا، نتيا تتبدلي الشكل
نتاعو وكيبقى هكا واقف فوق الكوافوز. انا غادي نوري لكم كيفاش هو واقف. يرسقوا لي لا في الاول ولا في الثاني تنديرهم هنايا تاع انا شريتهم من سوق انترنيت. ممكن ديروا فيه الخواتم تاعكم والخريصه تاعكم. انا درت فيهم الخريصات على هذا الشكل هذا. غادي نقرب باش نوريهم لكم وغير لكم انا فين شريتهم. عاوتاني 70% نتاع التوينغات اللي كاينين هنايا كلهم انا شريتهم من كيابي. هذه من كيابي، هذه من كامايو، هذه من كامايو، وهذه من كامايو، هذه من كيابي، وهذه من كامايو، وهذه من كيابي، وهذه من كيابي، وهذه من كامايو. نو هذه من ايتام. هذه مشات لي خطها راه ممكن طاحت لي مورا الماريو خاص نقلب عليها. خديتها انايا من كامايو. هادو انايا خديتهم سوغ انترنيت، راه وريتهم لكم في الاول اللي فات هادي مؤخرا. ماشي هادي بلاصتهم اخرى مرونه انايا شي شويه. هادو نتاع اليكسبريس زوينين بزاف. هادو نتاع كيابي، هادو نتاع كيابي. هادي تاهي طاحت ليا وحده اخرى نتاع خاص نقلب عليها. وهاد الصغيورين ما عطاش طاح. هاد الصغيورين نتاع كيابي هادو ما بغوش يتعلقوا ليا لحقاش تيديروا طرق ما بغوش يتعلقوا ليا في الاخرين. دايرين بحال هكا. هادو شريتهم انايا من اليكسبريس. بخصوص الحلقات عندي واحد الكنبي صغير دايره فيه الحلقات الصغيورين اللي عندي اللي ما تيبانوش. حطاهم انا على هذا الشكل. هذا الكنبي هذا راه وريته لكم انايا في الاول نتاع الدار، الاول اللي خليت لكم انايا كيفاش تنظمي لي زاكسيسوار نتاعك مع الكوزينه، داكشي اللي شريت انايا للكوزينه. دونك غنوري لكم انايا الحلقات كي دايرين. هادو كلهم تقريبا شريهم من عند كيابي في لي سولد وخاصه شي باقي عمار. اوب 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 كيفاش تنظم لي بغاسلين توعي تنظمهم في هذا. كاينين عندي واحد، كاين عندي واحد كبير غادي نوريهم لكم. دونك بخصوص لي بغاسلي هذا من كيابي، هذا القضون تاع جدة الله يرحمها، هذا من كيابي، هذا من كيابي، هذا من كيابي، وهذا تا هو من كيابي. وبخصوص هذا انايا فاش معلقهم راه غادي تلقاهم دابا في اي بلاصه، راه كاينين موجودين في عمطاتي، موجودين عاوتاني في لافارفوي، موجودين في اكسيون. بعض المرات تيجيبو شي حويجات بحال هادو. واحد ومن الاحسن الا نتوما بزاف عندكم اللي بغاتلي ديروا هذاك اللي فيه ثلاثه. بخصوص هذا راه غادي تلقاوه في amazon.com ولا amazon.fr. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم ماكس نسيت. دونك بخصوص لي براسليات دايرين بحال هكا. هذا خديته من كامايو، هذا كادو تاع جد الله يرحمها، هذا من كيابي، هذا من كامايو، هذا من كيابي، هادو من ايتام تلبسهم انا في الفصل نتاع الربيع نتاع الصيف، خصوصا فصل نتاع الصيف. هاد جوج هادو تيتلبسو بجوجهم فصل نتاع الربيع ولا فصل نتاع الصيف. هذا من مونغو، هذا من كيابي عنده الكولي نتاعو.
هذا تا هو عنده الكوليين تاعو، هادو من كيابي، وهادو من كامايو، وهذا على هذا الشكل هذا من كيابي. الاول يلا هو تشوفوا انايا فيش مرتبه وفين محطه هاد لي زاكسيسوار اللي يلا وريت لكم. ها فين انا حاطه لي زاكسيسوار نتاعي الجزء الاول كيفاش مرتباه، وهنايا اللي ما تشوفوش غادي يكون ان شاء الله الجزء الثاني. هادشي كاع قولوا لي كلشي وريت لكم، ما وريت لكمش هذه ديما كانتي جديده، ما قدرتش نوريها لكم وانا واقفه، جبتها نعستها هنايا باش تشوفوها مزيان. دونك المكانه دايره بحال هكا، ان شاء الله غادي نوري لكم المكانات الاخرين اللي انايا عندي. هذه على هذا الشكل هذا بوان ستيل اللي هو دي كونتراكتي، زعما تخرجي بها تلعبي بها سبور، بغيتي تمشي بها لشي بلاصه، ماشي زعما تمشي بها لشي سهره ولا شي حاجه، يعني ماشي حاجه اللي هي تتبان لك همه وشان في يديك، ولكن هاد الماكين هادو هما اللي تيعجبوني انايا. يعني تعرفوا انا طبيعتي تيعجبوني الحوايج اللي هما عاديين ولكن اللي فيهم واحد اللمسه خاصه بهم. وحيت تقولوا لي ديما يا سما علاش صندوق الوصف نتاعك ديما خاوي ولي زوتغ يوتيوبوز ديما تيكون عامر؟ ما تنبيش انايا نعمرو لحقاش لقيت مشاكل مع يوتيوب تيسيبريمي الفيديوهات الى تلقى صندوق الوصف عامر بزاف، ولكن غادي نخلي لكم رابط نتاع هاد المكانه هادي لتحت في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم حتى 10% الى عجبتكم وبغيتي تشريوها. الاكسسوارات اعتبروها من مكملات اللبسه، خاص لابد خاص يكون عندك شي شويه، ماشي ضروري يكون عندك نفس الكم اللي كاين عندي ولا عند شي يوتيوبرز اخرى، ولكن لابد خاص يكون عندك واحد الكوليكسيون خاصه بك انتيا، سواء كنتي محتجبه او لا، سمراء او بيضاء، طويله او قصيره، تلبسي العصري او التقليدي. الفيديو تاعي راه تكمل، نتمنى يكون اعجبكم، نتمنى يكون مفيد لكم الى تعجبكم بحال هاد الفيديوهات هذا نتاع اللباس نتاع الازياء نتاع التنسيق نتاع الاكسسوار نتاع كيفاش تنسقي بين حوايجك نتاع الخدمه نتاع الدار نتاع تخرجي مع الدراري الى غادي شي سهره مع راجلك، قولوهم لي في لي كومونتير، شجعوني باش ندير فيديوهات من نفس هذا النوع هذا عن طريق لي كومونتير نتاعكم التعليقات نتاعكم، وعن طريق لي لايك اللي تخليو ليا في الفيديوهات. كما كنقول ديما اعتني بنفسك وكوني الاجمل. نهاركم سعيد.